مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 5 أبريل أصدرت وكالة سورس ميوزك التابعة لها فرقة ليسيرافيم بيانا رسميا على ويفرس شاركت فيه الحالة الصحية الحالية لهونغ كونغ تشي والقرارات اللاحقة التي تم اتخاذها. هذا هو البيان كاملا. مرحبا، هذه سورس ميوزك للترفيه، نود إطلاعكم على الحالة الصحية والجدول الزمني القادم لهونغ كونغ تشي عضوة ليسيرافيم. تتلقى هونغ كونغ تشي العلاج الطبي هذا الصباح بعد أن ظهرت عليها أعراض التهاب المعدة، والنتيجة لذلك فإنها لن تكون قادرة على أداء دورها كمقدمة لبرنامج ميوزيك بانك اليوم 5 أبريل. من أجل أخذ الراحة والتعافي وفقا لنصائح الأطباء المتخصصين، ونحن نطلب منكم تفهمكم. تعطي وكالتنا الأولوية القصوى لصحة فنانينا، ونحن ملتزمون بتعديل جداول أعمالهم وفقا لذلك. نحن ملتزمون بدعم علاج هونغ كونغ تشي وتعافيها لضمان قدرتها على العودة إلى معجبيها بصحة جيدة. شكرا لكم. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيو هيغاسيو كومسامنيدا.